وهروح لواحد من جيلك، جيل 90 او كأس العالم 90، الحقيقة النجم الكبير كابتن هشام يكن. كابتن هشام ازي حضرتك؟ اهلا بيك يا كابتن اسلام، واهلا بكابتن ربيع كابتن مصر. ازيك يا هشام؟ ازي صحتك؟ ازيك كابتن؟ ازيك؟ وحشني والله. والله وانت والله يا كابتن. انا خليك يا هشام، اهلا بيك يا حبيبي. يعني كابتن هشام اولا منورنا في قناه النادي الاهلي، ثانيا ان احنا معانا النهارده النجم الكبير الكابتن ربيع ياسين. اهم الذكريات واهم الملامح الشخصيه للكابتن ربيع. لا بص هقول يعني مش هنقدر نتكلم على كابتن ربيع، لان كابتن ربيع مثال ونموذج للاعب الاخلاق الملتزم، ملتزم دينيا وملتزم في الملعب. لا يعني مش هقدر لك، يعني هقدر اقول لك اشكر لك فيه، يعني لان محتاج صفحات كتير عشان نتكلم عن كابتن ربيع. ايوه طبعا، يعني دي نتيجه التعامل والعشره اللي بيننا وبين بعض طبعا، واللي شفتها وحسيناها مع بعض لما تعايشنا مع بعض في كاس العالم، فتره كاس العالم. وطبعا كانت يعني بعتبرها من احلى الايام اللي عشناها فعلا، لان كنا منصهرين في بعض، يعني ما كناش حاسين ان احنا لعيبه زمالك واهلي. يعني حتى كانت اللقاءات اللي بتتلعب وبنتجمع كنا بعد اللقاءات الاهلي والزمالك عمرنا ما اتكلمنا في مباراه او نتيجه مباراه او حصل نوع من انواع التطاول بيننا وبين بعض. كلها كانت من كله مصري، يعني كان كل على طول، يعني وصلنا المباراه انتهت كنا مع بعض زي الفل في الرحله. وعلى فكره لعيبه الزمالك والاهلي كانوا دايما موجودين متواجدين مع بعض في الغرف، يعني تلاقي دايما كنت انا وهاني رمزي، كان حسام حسن وحسام احمد رمزي وحسام حسن، يعني ابراهيم وطارق سليمان. هتلاقي كان مجموعه اللعيبه كلها كانت منسهره في بعضيها. فطبعا يعني مش هقدر اتكلم على كابتن ربيع وهو موجود، لانه محتاج زي ما قلت لك كده ان احنا ايام وسنين عشان نقعد نتكلم. طبعا كابتن ربيع، كابتن هشام كان بيلعب ورا حضرتك في كاس العالم. هشام طبعا من اللعيبه المميزه، ادى بطوله على اعلى مستوى، كان لعيب مقاتل، لعيب بصراحه في كاس العالم لفت الانظار، ويمكن هو عمل الجول لحسام حسن الكابتن حسام. فهشام من اللعيبه اللي خدمت نادي الزمالك على اكمل ما يكون، وخدم منتخب مصر على اكمل ما يكون. دي حقيقه. وبعدين شخصيه جميله جدا وهادي جدا، محترم جدا كابتن هشام، وحاجه جميله جدا وهادي ولذيذ، وشخصيه انا بحبه ولحد دلوقتي علاقتي بيه ممتده لحد دلوقتي. يزورني وازوره ونخرج مع بعضينا هشام، انا بعتز انه صديقي طبعا. دي حقيقه، يعني انا اللي بعتز بصداقتك كابتن ربيع. وطبعا يعني احنا عايزين نوصل رساله دايما للجمهور ان احنا يعني فعلا مش عايز اقول لك مدى الحب اللي بيننا. وانا عايز اقول لك على حاجه، يعني مثلا لو في اي حاجه كابتن ربيع بيحس ان مثلا حاجه هتفيدني بيرفع سماعه التليفون لوحده يكلمني. يقول لي تعالى هشام هنروح مثلا كذا وبتاع مع بعض ومع عزايم حاجات زي كده. فطبعا يعني الروح دي موجوده، وكابتن جمال عبد الحميد طبعا، الناس دي كلها فعلا اتفرج على الروح دي، نفسنا تتواجد في الفتره الحاليه، في الفتره الحاليه، لان احنا محتاجين ان احنا نبقى حبنا للذين ده شيء واجب ومطلوب، كل واحد فينا يؤدي دوره طبعا في الملعب، ده شيء مطلوب. الاهم من كده ان المفروض ان احنا بنلعب ويبقى في روح الاحترام والود ما بين اللعيبه وبعضيها، على اساس ان طبعا هي دي الرياضه في الاول وفي الاخر، بنطلع نسلم على بعض، مين كسب مين خسر ما يفرقش معانا، بس الجمهور بيستمتع بادائنا. يعني احنا بنفتكر بعض المباريات سواء اهلي وزمالك، اذا كان الزمالك فاز في مباراه مثلا فبيبقى الاهلي عامل جيم عالي، الزمالك عامل جيم عالي وبيخسر المباراه، ربيع ياسين يعدي مني ويروح يجيب جون ويروح. ايوه زي ليه معاك ذكريات يا هشام لما خدتك في ماتش يعني انت جاي من باك ليست
وانا جاي سايب الراجل البيرود وجاي اغطي عليه يعني طبعا من لها ايه وحد يواجه ربيع ياسين يا هشام ده كلام برضه يا هشام انت حبيبي يا هشام حبيبي طبعا حبيبي طبعا حبيبي يعني نتمنى ان تسود الروح دي دائما يا كابتن هشام ويعني شرف لي ان حضرتك تكون معانا على الهواء مباشره مع في وجود الكابتن ربيع ياسين طبعا الله يخليك طبعا ده انا اللي سعيد طبعا ان انا اكون مع كابتن ربيع لان طبعا ربيع من اعز الاصدقاء بصراحه وكل لعيبه نادي الاهلي طبعا كلهم حبايب يعني محمود صالح وعلاء ميهوب وكابتن طاهر ابو زيد والنجوم الكابتن مصطفى عبد كنت على طول اخرج معاه زمان يعني لا يعني مش عايزين نتكلم نقول طبعا احنا بتربطنا صداقات جميلة وفي الأول وفي الآخر حتة الانتماءات دي ده شيء لا ده شيء مفروغ منه طبعا يعني أنا كنت بلعب ماتشات الأهلي والزمالك يمكن جريدة نادي الأهلي مثلا زمان المجلة بتاع زمان كان يقول لك الفك المفترس والمقاتل وبيلعب وكنت باخد أحسن لاعب في مجلة الأهلي أيوه يعني بس رقصك الكابتن ربيع رقصك بقى ملناش فيه بقى جبت جول زي ما هو اللي كان معايا مش عايز اخليهم يعرضوا الجول لما حضرتك تقفل بقى جاي وجه لي يا عم جاي توجه مين يا عم هشام لحد دلوقتي قبل اقول له يا هشام انت جاي تواجهني ايه اللي جابك ما تخليك في مكانك يضحك الايه الايه يا كابتن هشام الايه عندي صورة وانا فيها مع واحد ماسك كورة انا وكابتن ربيع نفسي ابعتها لك يا كابتن ربيع وانا بتشدني من كتفي ها بس انا ما رضيتش اقول عليها دي اشدك بمناسبة ايه؟ مش محتاج اشدك يا هشام انا راجل هداف يا هشام هداف بالفطرة خلي بالك يا كابتن هشام هداف بالفطرة حبيبي يا هشام طبعا ده انا جايب له جوان يا كابتن هشام دلوقتي بيجيب جوان بدماغه في وبيجيب بكعب رجله وبيجيب بركبته يعني انا قلت انت بتلعب راس حربة يا كابتن ربيع ولا ايه؟ لا كابتن ربيع بيهاجم كتير انا كنت بطلع جوان كتير يعني انا مثلا ايه ليا كوره مثلا افتكرها في ماتش اللي كسبنا فيه كان ايامها مع الله يرحمه كابتن الجوهري قطعت الكوره من عبد الجليل وهو داخل راح يجيب جون انفراد فرحت عملت تاكلنج وجبتها وتردت هجمه وحصل ان جاب فيها جون اللي هو كسبنا ايمانويل تقريبا اللي هو الهدف اللي جابه ايمانويل في المباراه دي يعني يعني الواحد طبعا الاداء اللي كنا بنعمله الاداء الرجولي هو كان الاهم والانطباع الجميل الواحد لما بيتذكر الالعاب الحلوه ايوه مش 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 بنتذكر الحاجه الوحشه لا كنا دايما ايه نيجي نبص الكابتن ربيع هو بيقول لك ايه عدى مني وراح وجاب جول وبتاع وجميل والكلام من ده في حب في بتتقال باسلوب جميل لا لا بس قلب اسود برضه الكابتن ربيع يا كابتن ده بقى لها كام سنه بقى لها كام سنه دي يا كابتن هشام ده هو عشان صديقي وحبيبي يا هشام دلوقتي دلوقتي لا دلوقتي خلاص بقى يا كابتن ولا عندك استعداد لا لا بعمل تاكلينج بسيط برضه ربنا يديك الصحه يا كابتن هشام شرفتنا ونورتنا متشكرين جدا يا كابتن هشام النجم الكبير الكابتن هشام يكن نجم نادي الزمالك السابق ونجم منتخبنا الوطني السابق يعني مقصود الحقيقه وجود الكابتن هشام معانا النهارده لانه زي ما قلت لحضرتك وجودك معانا الحقيقه مثل وقدوه كبيره جدا لكثير من الشباب ووجود الكابتن هشام اعتقد ان ده ما اعرفش هل الناس ممكن يوصل لها اللي حضراتكم بتتكلموا فيه ده ما زالت العلاقات موجوده لغايه دلوقتي بتروحوا بيوت بعض وبتخشوا بيوت بعض اهلي وزمالك والموضوع عادي جدا طبعا وبنتصل ببعض وبنطمن على بعض واحوال بعض وهشام انت بتشتغل ما بتشتغلش شرابيه بتشتغل ما بتشتغلش عشان لو في حاجه قدامه دي حقيقه والله ولسه لعبوا ماتش ودي قريب بفرقه وماسكها ورايح له فالعلاقه دي مهمه جدا وممتده طبعا ولازم الناس تعرف ان الاول والاخر هي دي الكوره وبعدين دي الرياضه اساسا وفيها كاسب وخاسر وحاجات كتيره جدا بس الرياضه وجه حضاري لشعوب كتيره جدا ايوه دي حقيقه يعني فده هو ده الاجيال اللي بيميز الاجيال القديمه كابتن اسامه انهم بيسهروا على بعض ومع بعض وبيشوفوا بعض وبيتزاوروا مع بعض